السلام عليكم، كلكم لاباس؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير، وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا ليكم بزاف على الدعم. كتقول رغد: الحمد لله كلشي مزيان، يسول فيك الخير. قالت عبير: توحشتك بزاف اختي. وهي تقول رغد: واش ريم مازال ما جاتش؟ عبير قالت: لا، قالت في الصباح عندها شي امتحان وما غتسالي حتى لستة. قالت ليها رغد: اه مزيان، وانتي كيف دايره مع قرايتك؟ وهي تقول عبير: بخير اختي، كل شي غادي مزيان بلا ما تشوشي علينا. قالت ليها رغد: يلا غنخليك سيف شويه ويدخل من الخدمه حتى من بعد ونهضروا. قالت ليها عبير: وعندك تغبري علينا بحال ديما، تقولي انتي ابن حابسك. ابتسمت رغد ابتسامة زائفة وقطعت. جا سيف وحيد لها التليفون وقال: قلتي غير دقيقة وانتي بقيتي شادة مع هالهضرة كتر من 5 دقائق. رغد عمرو عينيها بالدموع وقالت: واش حتى من الهضرة مع خواتاتي غتحرمني منها؟ واش ما كفاكش انك حابسني هنا؟ من نهار تزوجتي بيا راه 8 شهور هادي. سيف قال: ومازال الخير القدام. وهي تقول له رغد: حتى لإمتى هاد الشي؟ الله يخليك رحمني. شدها سيف من فكها وقال: هاد الشي كنتي تفكري فيه قبل ما تديري اللي درتي. وخرج وزدح الباب وراه وصورته بحال ديما. وهادي هي حياة رغد. وعادت سيف كل يوم، مسحات دمعة طاحت من عينيها ومشات تكات فوق ناموسيتها وكتفكر في أول نهار تلاقات بحبيب قلبها سيف. ما كانش هكا، ما كانش عصبي أبدا، كانت البسمة ما كتفارقش وجهه، كان ضحوكي وشعبي لأقصى درجة. وهذا الشي اللي خلى رغد تطيح في حبه وبغاته من قلبها، والحسن حظها ولا من نصيبها. ولكن مع الأسف النهار اللي ولا فيه سيف من نصيبها هو نفس النهار اللي تبدل والبسمة فارقات وجهه ومعمر الفرحة دخلات القلب. الإنسان اللي كان شعبي وكيحب المرح قلبه تحول مجلس عزاء، وولا الحقد والكره والانتقام عامل ليه عينه إلى يومنا هذا. الباب كيتطرق وحتى واحد ما كيجاو. كانت رغد كتضرب الباب بقوة على أمل شي واحد يحليها. قالت: هناء حلي. وهي تقول: هناء؟ نعم لالا. قالت ليها رغد: انا عارفه خرج، غير حلي لي الباب. قالت ليها: ولكن لالا راكي شفتيه شنو قال لي داك النهار ملي لقاكي خارجه من الغرفه. قالت رغد: ما تخافيش، انا ما غنخليهش يخرجك، غير حلي لي هاد الباب الله يخليك. بقات هناء ساكته واستسلمت وحلات الباب لرغد. وهي تقول: عندك نص ساعة حيت سي سيف يقدر يجي بكري بحال هذاك النهار. رغد مشات كتجري لغرفة دريان، دخلات ومشات عنقاته بقوة وكتبوس فيه بكل حب وشوق. وهناء بقات في باب الغرفة واقفة وجامدة وكتبكي. قالت رغد: حبيبي توحشتك، هادي سيمانة ما شفتكش وما شميتش ريحتك. ريان كيشوف فيها بنظرات الحب وكيبتسم، وهو يقول سيف مورا هناء: انتي شكون خرجك؟ هناء وقفت قدامه كترعد وهي تقول: سي سيف جيتي. قال: انتي بعدي من قدامي. وهي تقول: عافاك اسمح لي، انا السبب، انا اللي خرجتها، جري عليا ولكن هي ما تدير ليها والو الله يخليك. دفعها بعصبية وقال: انا كنهضر مع مراتي ماشي معك. ادخل بهمجية عند رغد وجبدها من دراعها، وبمجرد انه جبدها تلاحت في حضنه عنقاته وكتبكي. قالت: ماشي قدامه عافاك ما تدير والو. ابقى ساكت وورك على ايديها بكل قوته. قالت: سيف حتى البيت هنا لا. يلا بغى يشدها من شعرها وهي تقول: عافاك شوف حالة ريان. قال: تحركي. مازال ما كملهاش وهي تطير لغرفتها
وقلبها كيضرب فوق قياسه. دخلت وبقات حاطه ايديها على فمها. قالت هنا مسكينه يا ربي اشنو درت، ما كانش عليا نخرج، كنت نصبر حتى الغدا فاش يكون في الخدمه. يا ربي دوز هاد العقيبه على خير. ومازال غارقه في تفكيرها ادخل سيف بعجاجته ومشى قاصدها ديريكت، شدها من شعرها وزدها مع الحيط. كيغوت وكيقول شحال من مره قلت ليك ما تقربيش منه. رغد هربات منه وبدات راجعة له. قالت هذاك ولدي، سمعتي ولدي. قال واش باغاني ندفنك وانتي حيه واش. ويلا بغى يكمل وهو يسمع اتصال قطع كلامه. وجه صبعو ليها وقال مازال ما ساليناش. وبعدها ومشى خرج وهي طاحت على الكافيها وبقات كتبكي. قالت علاش يحرمني منه علاش. دخلت هناء عندها بخطوات ثقيله وقالت ما تبكيش لالا، دابا يجيب لك الله شي وليد بحال ريان. وهي تقول رغد بلا ما تصبريني بهاد الهضره، عارفه راسي ما عمري غدا نقدر نولد. نوضاتها هناء من الارض وقالت ما تقوليش هكا، خلي ايمانك بالله قوي، انتي كتموتي على الدراري الصغار وربي غيفرحك، دابا تشوفي. قالت رغد منين وهو عمره ما لمسني. قالت هناء واخا ماشي من حقي نقول هادشي، ولكن انا حابسه لداخل ديالي شهور هاد واليوم خاصني نهضر. ممكن تقولي ليا انتي علاش مازال باقا معاه لحد الان، علاش صابره ليه ولتصرفاته الخيبه معاك؟ وعلى تصرفاته الخيبه معاك انا عارفه باللي حابسك، ولكن ديما كيكون عندك مجال الهروب وفرصه كبيره وانتي ما كتستغليهاش. مشات رغد حتى الباب وحلاته وقالت ما نقدرش، ولكن انتي تقدري، سيري من هنا حيت الا بقيتي غتكرهي حياتك، انا ما بغيتكش تشاركي معايا عذابي، سيري من هنا حسن ليك. وهي تقول هنا ماشي قبل ما تجاوبي على سؤالي، شنو اللي مخليك تبقاي مضطره تبقاي معاه لحد الان؟ تبسمات رغد وقالت حيت كان بغيه، ودابا سيري من هنا حيت في كلتا الحالتين غيجري عليك، وانا كنفضل تمشي لراسك قبل ما يحطك في موقف محرج. قالت هناء واخا صافي. دارت بكلامها وودعتها على امل تلاقى بها في ظروف اخرى احسن من هذه. وبعدها خرجت كتفكر كيفاش وحده قادره تبغي الراجل اللي كيعذبها ليل ونهار، ومن فوق هاد الشي كامل حابسها وحتى من الشمس ما كتشوفهاش. رغد بعد ما خرجت هناء سدات الباب ومشات خدات حوايجها من البلاكار ودخلت للدوش. صباح الصباح وبمجرد شعورها بالبرد فاقت وحلات عينيها في الارض وهي كترعد. دورات راسها جهه الناموسيه ولقاتها خاويه، شافت في الباب ولقاته مسدود. ناضت كتقلب منين جات ديك العاصفه ديال البرد، وهي تشوف شرفه الغرفه مفتوحه على الاخر. تعجبات كيفاش تحلات وهي كانت محكومه بقفل ومن زمان. قربات حداها بخطوه متسرعه، خرجت راسها وكتستنشق الهواء وريحه المطر اللي طالما حلمت تستنشقها مده هادي. دخل سيف وقال فقتي. دارت عنده بالزربه وقالت ما مشيتيش للخدمه؟ وهو يقول هاد الشي ماشي شغلك. قالت ريان فاق. قال حتى هو ماشي شغلك. قالت هو ولدي ومن حقي نسول عليه. قال الصباح هذا والجو زوين، ما بغيتش نتعصب وخا. قالت رغد كنت شاكه باللي درتيها بالعاني، داكشي علاش فقتي اليوم وانت ناشط. قال بقيتي فيا، كون عرفتك غدا تعذبي هكاك كنت ديما غادي نجي ننعس هنا ونخليك تحرقي في ناري. دفعاته وقالت اخرج من بيتي، خرج، عذابك هذا بزاف عليا. قال ليها ما تخافيش، ما غنبقاش هنا، جيت غير نقول ليك انك ما غتبقايش محبوسه.
راه غادي يلاه بغات تهدر، وهو يمشي يخرج وخلى الباب محلول. وهي بقات متعجبه من تصرفاته اليوم، وكتفكر كيفاش تبدل بين ليلى وضحاها. اكيد وقعت شي حاجه، ولا ما كانش غيخلي الشرجم والباب محلول، زعما يكون بدا يرطب وقلبه بدا يحن. تبسمات وفرحات من هاد الشي اللي وقع، مشات بدلات حوايجها، ومن بعد خرجت من الغرفة. وأول حاجة فكرت فيها هي ريان، تجهت لعندو بسرعة وما صدقاتش أنها غدا تدوز كامل وقتها معاه. دارت إيديها باش تحل الباب، وتفاجأت أن الباب مقفول، وبدات كتغوت. ريان حبيبي الحيوان سد عليك، تفو ما عندوش قلب، ولكن أنا غدا نخرجك، ما تخافش حبيبي. مشات بالزربة، هبطات في الدروج كتقلب على سيف، لقاتو في الصالون كيراجع في شي وراق. قالت علاش درتي هاد الشي؟ علاش؟ بقى ساكت وما جاوبهاش. حيدات ليه الوراق اللي في ايدو وهي تقول واش ماشي حشومة عليك تحبس دري صغير؟ وما زال قاع ما كملاتهاش، وهي تسمع تصرفيقة على وجهها. ضربها بكل قوته وعينه في عينيها بلا ما يضرو خاطره. قال عندك حساب ليك إلا سمحت ليك تخرجي، يعني غادي نسمح ليك تعلي صوتك عليا. آخر مرة تديري هذا التصرف ولا غنرجعك منين جيت، ودابا غبري من قدامي. رغد بدات كتبكي، قالت هو راه غير دري صغير، ما عنده حتى شي ذنب. الله يخليك، واش إلا كان عندك ولد غتعاملو هكا؟ سيف بقى ساكت وكمل المراجعة الأوراق ديالو، وهي بقات كتشوف حتى عيات واستسلمات لمصيرها اللي ما مبشرهاش بالخير. مشات الكوزينة باش توجد الفطور وهي مدمرة، حطات كل شي فوق الطبلة وواقفة ساهية كتفكر الماضي. كل شي كان وقع بسبب نوال، هي اللي خربات كل شي بإيديها، ودابا مشات وخلتها في الهاوية كتخلص ثمن فاتورة ناس تانيين. شوية سمعت صوت القهوة اللي قاطع تفكيرها، حيدتها بالزربة ومشات تعيط لسيف. وصلت للصالون ولقاتو خاوي، قالت سيف الفطور واجد فينك؟ ما سمعت حتى شي حاجة، طلعت الفوق وهي مازال كتعيط عليه. دخلت البيتو وسمعت صوت الرشاشة ووقفات المنادات عليه. شافت فوق الناموسية ولقات حوايجه، وبدون تفكير مسبق مشات هزات تيشيرت ديالو وحضناتو كتشم في ريحته اللي كتسالي معاها. نسيت راسها وسرحات بخيالها ودموعها كيطيحو. زادت حضنات التيشيرت بكل ما تملك من قوة، حيت في لحظة حسات أنها بين إيدين سيف. تخيلاتو قدامها بطولته وشكله وملامحه وكل شي فيه، وبقيت على حالتها حتى تحل باب الحمام وخرج سيف وهي ما كيناش هنا. قال شكديري؟ بقات مغمضة عينيها وقالت كنموت فيك. تقرب منها وغارق في الضحك ولكن في صمت، عجبو الحال بزاف ومستمتع لأقصى درجة. ورغد مسكينة باقة ساهية ومغمضة عينيها وعايشة اللحظة. بدا كيكح باش يحرم عليها استمتاعها في خيالها، وهي غير سمعت صوته وبدات كتقفقف. هزات راسها ومع الشوفة الأولى كتلف بسبب المنظر اللي شافت فيه سيف وهو قدامها. كان كله عاري وفوطة قصيرة مدورة على خصره، وما زادت شافت ولا هدرات. لاحت التيشيرت في البلاصة وطارت بسرعة لبرا، وإيديها على فمها وكترعد، وكلمة واحدة كترددها حرام عليك حرام عليك. هبطت لتحت بسرعة البرق، حيث ماشي سهل تكون مع حبيبك وتوأم قلبك تحت سقف واحد وبينكم حدود حمراء. هزات راسها كتشوف شكلها في المرايا، وبالرغم من جمالها على نوال إلا أنها سمحت لتفكيرها يقارن بينها وبين نوال، نوال اللي كانت زوجة سيف السابقة، ونفسها تلك الفتاة اللي دمرت حياة رغد وخلاتها كتعذب.
بسبب مشاكل كانت نوال السبب الأول والأخير فيهم، حيت كل ما كانتش نوال داك النهار وهي تسمع صوت الباب. وقال سيف بصوت عالي: إلا كنتي هنا خرجي. بقات ساكتة ما جاوباتوش، وهو يقول: سيف ريان مريض. وغير سمعت اسم ريان وهي تحل الباب بالزربة وخرجات وقلبها كيضرب. قالت: مال ريان؟ أشنو وقع ليه؟ هدار. قال: عرفتك غدا تخرجي إلا سمعتي اسم ولد أخت. على العموم هو بخير، أنا بغيتك لحاجة أخرى. بقات ساكتة وهو يقول: أنا معروض لواحد الحفل خاص بالنجاح واحد الصفقة كبيرة في الشركة. وهي تقول: وأنا مالي؟ وجهك تطلب رأيي؟ قال: أنت غدا تمشي معايا. قالت وهي غدا لبيتها: في أحلامك. وهو يقول: 8 شهور وانتي محبوسة، واش ما بغيتيش تخرجي؟ وقفات في نص الدروج وهي تقول: نهار غدا نخرج من هاد الدار، نبغي نخرج بكامل حريتي ومن غير هاد الكلام ما كاينش. وقرب ليها وهمس فودنها وقال: نعم؟ ما سمعتكش مزيان. قالت: ايوا في عوض ما تجي وتسولني. سير اغسل ودنيك، اعطيتك فرصة تبدلي كلامك، ولكن انتي مصرة تخرجي العيب. ونهار تعاودي تفكري ولو مجرد تفكير انك غدا تخرجي من هنا وتكوني حرة، هاد الفيلا غنريبها فوق راسك، وهنا كنحذرك، ومرة اخرى تفلسفي معايا غنحرم كمارتك من النعمة ونخليك تطلبي الموت وما تلقايهاش. رغد كتحاول تفلت منه وكتقول له: بعد مني بعد. قال: عندك 5 دقائق تلبسي داكشي اللي حطيته ليك فوق الناموسيه وتهبطي عندي وتفوتيها، غنطلع نزوق ليك وجهك الزوين. بقات ساكته وهو رسم ابتسامه وقال: تحركي. دخلت لبيتها بالزربه وكتشوف موراها ياك ما تابعها. قالت: ما تخافش، انا كنفضل الموت على انني نخرج من هنا. حياتي معاك وروحي معاك، ونهار تبعدني عليك هو نفس النهار اللي غنمشي فيه القبر. وأجمل حاجة دارتها أختي هي أنها كانت السبب في زواجي منك، وخا هي ميتة دابا. ومن بعدها مشيت لبسات الكسوة اللي حط ليها فوق الناموسية وحطات ميكاب خفيف، خرجت وهبطت لتحت وجلست في الصالون وكتسنى سيف اللي تعطل أكثر من 10 دقائق. وأخيرا شرف وهو في كامل أناقته، بقات كتبرق فيه عينيها وهو يقول: نباتو هنا؟ بقات ساكتة وما جاوباتوش. قال: تحركي خلاص. ناضت بالزربة وتبعتو لبرا، وهو مشى ركب في بلاستو وصلات وحلات الباب وركبات. وبعدها ديمارة وهو حاقد على الوضعية، ما كانش باغي يخرجها من الفيلا، ولكن ما عنده حتى شي اختيار، مضطر حيت كاع زملائه في العمل غيجيبوا عيالاتهم. رغد قالت: قلتي الهناء ترجع باش تقابل ريان ياك؟ بقى ساكت وزاد في السرعة. ورغد غير شافت الوضع وهي تلتزم الصمت، وبقاو على نفس الحال حتى وصلوا للمكان المقصود. وهو يقول: نشوف كمارتك كتهضر مع شي واحد غنعلقك من رقبتك قدامهم. قال: واش تفهمنا؟ قالت بصوت خفيف: اه تفهم. هبط سيف وتبعتوا الفيلا اللي فيها الحفل، بقى كيتسناها حدا الباب حتى وصلت، ومن بعدها شد ايديها ودورها مع ايده. قال: تصرفي بشكل طبيعي وياك تبيني شي حاجه، ولا اليوم غندوز عليك ليله كحله في الجحيم. جرها معاه بشويه ودخلوا، وسيف تفاجأ ان الفيلا خاويه. شاف الساعه ديالو ياك ما جاو بكري، وهو يلقى ان الوقت فات شويه وبقى مستغرب: فين باقي زملائه في العمل؟ قالت رغد: واش ما كاين حد؟ سيف بقى ساكت وكيدور من جهه لجهه، ورغد ما بان ليها حتى شي اجواء ديال شي حفل. وهي تقول: ياك ما غلطتي في العنوان. قال: سكتي شويه حتى كيسمع: مرحبا بضيوفنا. رغد كتدور في راسها وكتشوف شكون كيهضر، وسيف بالصدمه قال: هذا صوت جاد. قال: هانا هنا صاحبي. دوروا راسهم للجهة الأخرى وهما يتفاجئوا أن الصوت جاي من حاسوب كاين فوق الطبلة. رغد قالت: شنو هاد الشي؟ سيف شدها في إيديها، ولكن هاد المرة ماشي بقوة. قال: هذا فخ. جات كيضحك وقال:
مرحبا بعصافير الحب، وبالأخص انت سيسي في الراديو. مدة طويلة ما شفناش وجهك البشوش، تقريبا 8 شهور. ربما تقدر تبان ليك مدة قليلة، ولكن أنا كتبان لي مدة طويلة، حيت من زمان وأنا كنت سنى يجي هذا النهار، وبالضبط هذه اللحظة الرائعة اللي نقدر نحقق فيها انتقامي ونرجع حقي. سيف مشى حدا الحاسوب ووقف قدام الكاميرا وقال: اهدار، شنو باغي مني؟ ياك اللي كنتي كتقاتل معايا عليها مشات عند الله، اشنو باغي مازال؟ جاد قال: باغي روحكم. رغد خافت وقالت: شكون هذا؟ وهو يقول جاد: اه يعني سي سيف كاع ما هدر لك عليا. ماشي مشكل، المهم يشرفني نقول لك انني راجل اختك نوال. رغد صدمات وقالت: كيفاش؟ وهو يقول: سيف أبلا ما تخربق دابا، هي كانت مراتي أنا ودابا ماتت الله يرحمها. جاد انفجر بالضحك وقالت رغد: واش هاد الشي اللي كيقول هاد السيد بالصح؟ قال لي هسيف: انتي سكتي، ما بغيتش نسمعك، وانت قول دغيا شنو باغي أبلا ما تضيع ليا وقتي. جاد قال: بلاتي خليني نهضر مع خت مراتي بعدا. قالت رغد: انت اش كتخربق، نوال ما عمرها كانت كتعرفك. قال جاد: اياه واخا، واش عارفه هذاك الولد اللي معاكم ولد من؟ رغد قالت: هذاك ولدي، ومن نهار ماتت ماماه هو ولدي. قال جاد: وبعد عارفه باللي ماشي ولد سيف، واش عمرك سولتي شكون باباه؟ قالت: ما بغيتش نعرف وما كيهمنيش. وهو يقول سيف: ها انت سمعتي اللي كنتي كتقلب عليه، ودابا قول شنو باغي وخلينا نمشيو. جاد قال: عرفتي انت بعدا جبان، وطول عمرك غتبقى واحد جبان، ونوال كانت كتبغيني انا وتزوجات بيك انت غير على قبل فلوسك. سيف قال: نوال ماتت الله يرحمها. نوال كتضحك وقالت: كيفاش قتلتوني وانا باقا حية؟ رغد وسيف قاو مصدومين وجاي مدين في بلاستهم. جاد باس نوال وقال: كي جاتكم المفاجأة زوينة ياك؟ رغد كترعد ويدكو: اختي. قطعتها نوال وقالت: نعم خطافت الرجال، اش كان كيحساب ليك مت؟ داكشي علاش زربتي وطرتي بالراجل، ولكن عادي ما غنتدخلش، حيت اصلا امره ما كيهمنيش غير ربحي بيه. سيف بدا كيخرج الهضره بين سنانه وقال: مستحيل. وهي تقول له نوال: علاش مستحيل؟ الحمد لله ربي كان معايا وما متش في داك الحريق اللي كانت ديك الغبيه اللي حداك السبب فيه، انا قدرت ننجى منه، ومن حظي كانت حادثه حريق، يعني واخا بدلو ليكم الجثه ديالي ما غتعرفوش عليا، حيت كنا ربعه ديال الجثث، انا وخويا وبابا وماما. رغد بدات كتبكي وقالت: كاع هاد المده كنتي حيه ومخلياني عايشه في الجحيم. نوال بدات كتضحك وقالت: فخباري داكشي اللي انتي عايشه فيه، ولاني تستاهلي، حيت الذنب الوحيد اللي درتي هو انك وافقتي على طلب ام سيف. مسكينه قالت: انا ميته، داكشي علاش خاص ولدها يدي خت مراته الميته باش يبقاو محافظين على العائله وريان يكبر وسط اهله، هو لكن ما كانتش عارفه ان ريان ماشي ولد سيف، انما ولد جاد، ولدها الثاني اللي حتى هو خو سيف. رغد شاده في الطبله من كثره الصدمه قالت: جاد خو سيف؟ وهي تقول نوال: انا ما مضطراش نشرح ليك، حيت اصلا هادشي ما كيخصكش. قالت رغد: انتي مستحيل تكوني اختي. وهو يقول سيف: صدمتيني فيك، ما يمكنش تكون هادي نوال الانسانه البريئه والبسيطه اللي بغيتها من اول نهار. قالت له نوال: مسكين بقيتي فيا، ربما انت كنتي كتبغيني، ولكن انا ما كنتش كنبغيك، انا قبلت بيك غير على قبل فلوسك، ولكن فجا خوك من المانيا وشفته غير لي تفكيري كامل، وخلاني نخوي قلبي من الطمع ونعمره غير بحبه.
وشدات في ايد جاد وقالت انا كان بغيه بزاف وحتى هو كيبغيني وتمرة حبنا هو ريان وانت سير حرق راسك في شي بلاصة. سيف قال انا كنت كنتعذب هاد المدة كاملة حيت ظنيت انك متي وخليتيني واخا كنت عارف انك حملتي من راجل اخر وكنت كنظن بسبب الاغتصاب ولكن دابا بانت حاجة اخرى وهي انك خنتيني ووسط داري ومعامن مع خويا اللي كنت شارك معاه دمي خسارة طلعتو ما كتسواوش داكشي علاش ربي جمع بيناتكم. وهو يقول جاد هاد الهضرة سير كولها ما عندنا ما نديرو بيها ودابا اختارو. قالت رغد شنو غنختارو؟ وهي تقول رغد شنو غنختارو؟ نوال كتضحك وقالت اختاروا شكون فيكم اللي غيموت وشكون فيكم اللي غيبقى عايش. سيف قال اش كتخربقوا دابا؟ وهو يقول جاد كيف ما سمعتي يا سي سيف ريان غنجيبوه لعندنا ونجمعو شملنا ومن بعد غنمشيو بعيد ولكن قبل خاصنا نخليو ذكرى زوينه لواحد فيكم. قال سيف كتهدد وانت بعيد هادي عمري ما شفتها على العموم اللي في جهدكم ديروه. رغد يلا نمشيو من هنا كنظن داكشي اللي جينا على ودو كان غير فخ وسالة. وهي تقول نوال وقيلة راكم مازال ما عرفتوش مع من عالقين. وهو يقول جاد إلا خرجتو من هاد الفيلا بجوج بيكم غتمشيو ديريك للقبر ولكن إلا خرج واحد فيكم يقدر يسلك راسو إلا بقى الآخر داخل الفيلا بمعنى وقت دخولكم الفيلا تم تفعيل قنبلة في الطبق السفلي والعلوي تلقائيا وإلا خرجتو دابا غتنفجر بيكم. داكشي علاش قروا واختاروا بالزربة حيت قدامكم غير 7 دقائق قبل ما ينطلق مهرجان الدم. رغد كتدفع في سيف وكتقول ما كاين فاش نفكروا انا اللي غنبقى وانت غتمشي من هنا وما بغيتكش ترفض. سيف خرج عينو وقال معلوم انا اللي غنمشي من هنا ياك ما يحسب ليك غنمثل دور العاشق الولهان ونضحي براسي على قبلك ها مكلخه. رغد بقات ساكته ومصدومه من كلام سيف ما كانتش باغاه اصلا يبقى ولكن ما كانتش كتسنى منه هاد الكلمات الجارحه بعد ما ظهرت الحقيقه دابا وهي غير ضحيه. قالت نوال ايوا بما انكم قررتوا بهذه السرعه نفذوا شروطنا. وهو يقول جاد يلا هسي سيف تفضل بقات غير 3 دقائق دابا. سيف ساكت وكيضحك حيت في كلتا الحالتين ما خسر والو ورغد مسكينه بقات غير كتشوف فيه بغات تغدي عويناتها به وما كرهاتش تودعو بحضن دافئ ولكن هادشي مستحيل. حضرات راسها وبقات كتشهد داخلها وسيف خرج بكل دم بارد وتخلى عليها في الوقت اللي هي في امس الحاجه ليه. وهو يقول جاد ودابا ابدا العد العكسي وبقى كيحسب في الدقائق اللي بقاو. اما نوال بقات غير كتسنى امتى يبدا مهرجان الدم باش تعلن انتصارها على اختها وزوجها السابق. رغد الصدمه كانت غالبه عليها ودموعها ما بغاوش يهبطوا ما حيلتها لختها اللي كانت السبب في دمارها ولا لحبيبها اللي جابها للموت. جاد كيحسب وكيقول 59 ثانية 58 ثانية 57 40 30 5 ربعة وهي تقول نوال الى الجحيم ودارت ليها باي باي بايديها ومازال كاع ما هبطاتش ايدها وهي تسمع صوت ولد كيبكي. وبالصدمة جاد ناض من الكرسي اللي كان جالس فيه ومخرج عينه وهي تقول نوال بالغوات لا ولدي. رغد بقت ساكتة وعينها كتشوف في سيف واقف ومعاه ريان. جاد وقف الانفجار اللي كان غادي يوقع وقال بلاتي نتفاهمه. وهو يقول سيف ما كاين فاش نتفاهمه من بعد هادشي اللي وقع ودابا كنعلن بداية الحرب بيناتنا. انتوما جبتوني ودابا لقيتوني
ومن هنا القدام ردوا بالكم مني، وفين ما كنتوا غنجبدكم واخا تكونوا تحت الأرض. نوال بدات كترعد وقالت جاد شنو درتي؟ ورغد هزات ريان وقالت حبيبي اجي عندي. جاد قال خويا تهدن، ما كاين لاش تهدر وانت معصب، وحنا غنبعدو عليكم، واصلا كنا غنديو ريان ونمشيو من هنا، غير كون هاني. وقيل ما فهمتينيش اخويا مزيان، انتو ما بديتو وانا غنسالي هادشي اللي بديتو، وريان غير نساوه عليكم، حيث من هنا القدام ما غتبقاوش تسمعوا حسنا لا انا ولا رغد ولا ريان. نوال طاحت على رجليها وكتغوت بعد ما فشلوا ليها الخطط اللي رسمتهم هي وجات، كان كيحسب ليها بدقه واحده غتقدر تطيحهم وتقضي عليهم. وهو يقول جات ولدي غنجيبو لعندي واخا نعرف نقتلكم واحد بواحد السيسيف، سمعتي غير بلاتي عليا مازال غنتلاقى. سيف خنزر فيه وشد رغد في ايديها وجرها لبرا هي وريان. فرحات وقالت له احساب لي تخليتي عليا، وهو يقول سيري للطوموبيل هناء كاينه تماك، اعطيها ريان وانا شويه وغنلحق عليكم. قالت وانت فين غادي؟ قال ليها بعصبيه تحركي دغيا. بقات ساكته ومشات للطوموبيل وحلات الباب وركبات اللور مع هناء بعد ما سلمات عليها. وهي تقول هناء شنو واقع؟ ما فهمت والو، سيسيف صيفط ليا رساله وقال لي جيبي ريان لهذا العنوان اللي غادي نعطيك. وهي تقول رغد دابا عاد فهمت علاش تخلى عليا. هو كان راسم خطه. قالت هناء اش من خطه؟ وهي تقول رغد انا غنعاود لك كلشي واخا عارفاك ما غتيقيش، حيت انا براسي مازال ما متيقاش. بقات رغد كتعاود لهناء شنو وقع، وسيف واقف في الجرده كيهضر في التليفون، وهو يقول صافي صافي ساعه ونص نكونو تماك، المهم انت وجد كلشي. ومن بعد قفل الخط ومشى للطوموبيل ديالو وركب. قال انت دابا غدا تمشي من هنا وغتسدي الفيلا وغتغبري وما تبقايش تمشي ليها، حيت هادو غيحاولوا يوصلوا للناس اللي كانوا تماك، ما غيزقلوهمش باش يقدروا يوصلوا ليها. قالت هناء ولا لا رغد فين غتمشي؟ قال هادشي ماشي شغلك، نزلي دابا وشدي الطاكسي وديري داكشي اللي قلتو ليك بالحق. قالت وهي خايفه واخا سيدي. قال بلاتي، وجبد فلوس من جيبو وعطاهم ليها. قالت ولكن هادشي بزاف سيدي. قال ليها تحركي ما عنديش الوقت اللي نضيعه معاك. هبطت هناء وسيف دماره بالزربه. قالت له رغد شنو غيوقع دابا؟ بقى ساكت. وهي تقول هدار ما تبقى ساكت، فهمني فين غادي نمشيو وشنو غدير؟ قال غنخويو المدينه. قالت والفين؟ وهو يقول واش ممكن تسكتي وتخليني نسوق قبل ما ندير فيك شي حادثه؟ سكتات رغد وسلمات امرها لله، وقلبها ما مهنيهاش، خصوصا بعد هاد الشي اللي وقع دابا. الحياه ما بقات سهله معاهم، ومن هنا لقدام خاصهم يدرسوا كل خطوه ألف مره قبل ما يديروها. وبعد ساعه ونص ديال الطريق تقريبا سيف ولا خارج المدينه. رغد النعاس كيديها وهي تقول علاش جايبنا لهنا وشنو غنديروا في هاد الخلا؟ بقى ساكت وهز تليفونه واتصل وقال الو معاد. قال ليه نعم سيدي فين وصلتي؟ سيف قال 5 دقائق ونكون تماك، قول ليا وجدتي كل شي ياك؟ قال ليه معاد ايه سيدي كاع داكشي اللي قلتي ليا بالتفصيل درتو. وهو يقول سيف شكرا، ودابا بامكانك تمشي وفاش نحتاجك غنتصل بيك. معاد قال واخا سيدي، وقفل الخط. ومن بعد مده قليله سيف كيوقف الطوموبيل قدام واحد الكوخ وسط الغابه. رغد قالت واش غنبقاو هنا؟ هبط سيف وقال ما عندنا حتى شي خيار اخو. رغد هبطت
ومعها ريان اللي في عمره عامين. قالت: أنا ما كيهمنيش، واخا نكون أنا وياك في الخلا، أنا حاجة وحدة اللي كتهمني هي أنك ما تخليتيش عليا وخليتيني معاك. بقى ساكت، والأول مرة كلام رغد كيأثر فيه، واخا ما كانش عندها دلب في الحريق اللي وقع هذاك النهار. كان قدر الله، ولكن لحد الآن تا واحد فيهم ما عارف أن نوال هي اللي كانت السبب في الحريق، ماشي اختها رغد. وبعد 3 ديال الدقائق من تبادل النظرات بين سيف ورغد، كيقاطعهم صوت ريان اللي كان كيبكي. قالت رغد: حبيبي ما تبكيش. وهو يقول سيف: أجي دخلي. دخلوا لهذاك الكوخ اللي لقاوه كلهم قاد ومفرش، وما فيهش لا كوزينة ولا بيت، وهو غير مساحة كبيرة. في الجنب كاين ناموسية، وفي الجنب الآخر طبلة ديال الماكلة، والقدام تلاجة وطاولة عامرة بالماكلة، وسداري صغير مع الخدادي ديالي. وهو يقول سيف: حاليا غنبقاو هنايا حتى نوجدو وراق خروجنا من المغرب. رغد بقات ساكتة ومشادت ريان فوق الناموسية وكتلعب معاه. قالت: الولد ما غيتأقلمش مع هاد الوضع، وربما بهاد الطريقة كنعرضو حياته للخطر. قال: أنا ما كيهمنيش، ولكن هو الرصاصة القاضية الوحيدة اللي عندنا. قالت: شو ما تقول هكا، الولد ما عنده حتى شي ذنب، لا في داكشي اللي دار خوك ولا داكشي اللي دارت اختي. قال: وانا شنو ذنبي؟ انا كنت كنبغي اختك، وعطيتها حياتي وكل حاجه كنملكها، وبعد موتها كنت فاجئ انها حيه وخانتني مع خويا. واش حساب ليك هادشي ساهل بالنسبه ليا؟ انا يوم بعد يوم كنتدمر، ودابا كل شي تبدل. ما كنتش كنتوقع ان اختك تطلع وحده ما كتسواش دون مستوى. رغد بقت ساكته وحضرات راسها، كلام سيف ضرها في خاطرها. فعلا ماشي سهل تكتشف ان الانسان اللي كتبغي خائن، وماشي سهل تشوف الانسان اللي كتبغي كيعبر قدامك على مدى حبه الانسان اخر. فعلا احساس قاتل. قال: الا جاك الجوع الماكله في الثلاجه، انا خارج. وهي تقول: فين غادي وحنا وسط هاد الغابه؟ قال: غنمشي برا، بغيت نشم الهواء ونيت نحاول نستوعب حقيقة اختك. قال ليها هاد الهضرة وحيد الكوستيم ديالو وخرج. وهي شدت راسها كتفكر، على الأقل كان يعترف بغلطه معاها ويطلب منها السماحة على العذاب اللي دوز عليها. ولا أصلا فين عمر شي وحش كيعترف بغلطه وكيعتذر؟ ناضت من بلاستها ومشات حلات الثلاجة وجبدات منها ماكلة ومشات توكل ريان. وبعد نص ساعة ريان كان نحس، ومن بعد مشات حلات الباب وخرجت لبرا، ولقات الشتا يلاه وقفات. دورات عينيها في المكان كتقلب على سيف، حتى لمحات ضو تليفونه جاي مور الكوخ. وصلت لعندو ولقاتو شاد كارو كيكلي. قالت: شنو هادشي؟ قال: اشنو اللي خرجك؟ سيري دخلي. قالت: واش كتشرب السم بإيديك؟ قال ليها: هاد شي ماشي شغلك. قال: من إمتى وانتي كتدخلي في داكشي اللي ما كيعنيكش؟ وهي تقول: ياك ما نسيتي أنك راجل. قالتها بلا ما ترد البال ونسات راسها، وهو ينفجر بالضحك وبال: ياك ما نسيتي راسك. حضرات راسها وتمنات الأرض تنشق وتبلعها. وقال ليها: هزي راسك وشوفي فيا. بقات ساكتة وهز ليها راسها بإيديه وقال: عرفتي، واخا يحطوني في المشنقة ويهدوني من قبلك كزوجة ونتصرف معاك على هاد الأساس، أنا نختار راسي يتقطع وما نختاركش انت. قال ليها هاد الهضرة ومن بعد مشى ودخل الكوخ. وهي شدات في الحال، بقات كتلوم في راسها علاش خرجات لعند. كون كانت بقات لداخل كاع ما تكون مضطرة تسمع هاد الهضرة. نهدات وتقبلات كلامه، حيث أصلا هادي عادتو، عمره قال كلمة تفرح وتفاجي ليها على قلبها. بالعاد ريقها ويلاه بغت تمشي تدخل، وهي تحس بالضو صعقها.
كان مسمار مليوح في الأرض، طاحت في الأرض وهي كتنزف، بقات كتغوط وتوجع حتى واحد ما جا عندها. بقات كتحاول تحيد المسمار اللي وصل لنص رجلها، ولكن ما قدراتش. كل ما كتحاول تحيده الآلام كيزيد تشد عليها. غوتات غوتة واحدة، خرج عندها سيف وقال: واش تطيتي وخرج ليك العقل؟ باغا تجمعي علينا الثياب. بقات ساكتة، شدها من إيديها وقال: زيدي تحركي ودخلي. بقى جارها معاه حتى وصل للباب الكوخ، وهو عاقد حجبان وقال: مالكي متقلة، واش باغا تبقاي برا؟ بقات ساكتة وطلق من إيدها وقال: ومعاكي كنهضر. بمجرد ما طلقها طاحت الأرض، والضو ديال الكوخ ضوى في رجليها، وشافها سيف. جلس على رجلو وقال: مالكي في رجليك؟ قالت: والو، غير صرت نعس بلا ما نصدعك. شدها من رجلها وشافها ولقى فيها المسمار. بعدت إيدو ودموعها على خدها وقالت: غير دخل، راه فات الوقت، سير تنعس. قال: واش انتي مريضة؟ شوفي شنو في رجلك، واش ما كتضركش؟ قالت: فاش كتكون معايا كننسى كلشي وما كيبقى هامني والو، واخا نكون فوق الجمر. سيف بقى مصدوم ومستغرب من كلامها. قال: ما تحركيش، انا غادي نهزك. هزها بين ايدو ودخلها الكوخ وهي كتشوف فيه، حطها فوق الناموسيه حدا رايها ورجلها باقا كتنزف. قال: علاش خليتيني نجرك وما قلتيش ليا شنو واقع لرجلي؟ بقات ساكته وكتشوف فيه، وهو يقول: هضري، ما تبقي ساكته بحال الحيط. قالت: من نهار اللي عرفتك فيه وانا مريضه، وما تخافش ما غداش نصدعك المرضي، اصلا قريب غيسالي كلشي. بقى ساكت وبقى كيحاول يحيد ليها المسمار. جرو جره وحده حيدو ليها في دقه، وهي من قوه الجر نقزات من بلاصتها وعنقات بقوه. بقات ساكته وبقات معنقه، استغلات الوضع وبقات كتشم ريحه عنق. دارك الامر وبعدها عليه وقال: غنشوف واش كاينه شي فاصمه في الطوموبيل ونرجع. مشى خرج وهي غمضات عينيها كتحاول تسترجع الاحساس اللي حسات بيه في هذيك اللحظه فاش عنقات. تبسمات ونسات الامها ووجعها لمح البصر، وبقيت على حالها حتى حسات بايد فوق رجليها. حلات عينيها بسرعه. قال: عندك الزهر، لقيت وحده في الطوموبيل. بقى ساكت ومشى سد الباب، وبعدها تسكى فوق السداري، وهي رجعت حطات راسها فوق المخده وكتراقبه من بعيد حتى خطفها النعاس، وما بقات عقلات على راسها حتى فيقها صوت ريان اللي كيبكي. ناضت وهي عيانه بزاف، قربات لعندها وكتطبطب على ايدو. قالت: شت صافي، هنا معاك حبيبي. حاولت نعسو قبل ما يفيق سيف بصوته، والحسن حظها نعس دغيه. دارت للجهه الاخرى ولمحات سيف ناعس، جلست في الارض وهي قريبه عليه. بقات كتشوف فيه وكتفكر مع راسها، وتمنات كون جاها في زمان غير هاد الزمان، يمكن كان غيعطيها حبه وهو فرحان. ما حساتش براسها حتى داها هواها وحطات ايدها على كتف سيف. بقات في نفس الحال وما عقلاتش على راسها. توصل الصباح والشمس طوات في كل مكان، ولسوء حظها سيف حل عينه هو الاول ولقاها بين عينه، جالسه في الارض وراسها فوق سداري وايديها فوق سيف. ما سمحش لراسه يفكر ولا يسها كيف ما هي كيجرى ليها. دفعها في البلاصه وحلات عينيها وهي مفزوعه، قالت بخوف: شنو كاين؟ سكت وخنزر فيها وهز تليفونه وخرج برا، وهي بقات كتفكر شنو وقع وكيفاش وصلت لحداه، حتى تذكرات انها داها النعاس فاش جات لعنده. ناضت من بلاصتها وهي كتعرج، ومشات عند ريان اللي فاق، وبقات كتلعب معاه حتى سمعاتو قال: ودعي الولد حيت غيمشي. قالت: كيفاش؟ قال: كيف ما سمعتي، حنا هنا في خطر ماشي في امن، وهذاك الحقير ديال جاد اختك
يقدروا يتوصلوا لمكاننا في أي لحظة، وحنا خاصنا نتصرفوا بسرعة. داكشي علاش ريان غيمشي مع معاد لدارو. رغد قالت: أنا ما غنفارقش ريان، وحيدات ليه الولد. قرب حدا وجهها وقال: هكا كتعرضي حياتك وحياته للخطر، إلا ما بغيتيهش يموت خلي معاد يديه، وانتي بنفسك قلتي الولد ما خاصوش يبقى هنا حيت هنا كيشكل خطر بالنسبة لي. وهي تقول: وعلاش ما نبدلوش البلاصة ونمشيو لبلاصة أخرى؟ قال لي هسيف: ما يمكنش، حيت ديما غيكون في خطر، وحيت تقدر توقع له شي حاجة ونطيحو في شي موقف خايب كيتطلب فيه مجهود بدني، ونطيحو في شي موقف خايب كيتطلب مجهود بدني. اشنو غنديرو للولد؟ قد ساكتة وكتشوف ريان وهو يقول: ودعيه قبل ما يمشي، انا غادي نكون برا غنتسنى معاد حيت قرب يوصل. مشى خرج وهي جلسات وبقات كتبكي حيت ما سخاتش بريان، الولد اللي حسباته ولدها حيت اصلا كيحمل نفس دمها. استسلمت للامر الواقع وغنقات ريان وودعاته، ومن بعد خرجت وهي كتعكل. شافت سيف حدا طوموبيلته ومشات عنده. قالت: ما غيوقع ليه والو ياك؟ قال ليها: مع معاد غيكون في امن، غيديه عند الام ديالو وهي غدا تكلف بيه. قالت: واعدني باللي غادي يكون في امن تماك. قال ليها: كان واعدك، صافي غير بردي دابا. بقات ساكته وشويه ووقفت سياره حداهم. كان معاد رجل في مقتبل العمر، شهاب وطويل وعامر، ومن فورمته باينه كيلعب الحديد. قال: السلام عليكم سي سيف، انا جيت. قال له سيف: مرحبا معاد، هذا هو الولد وبلا ما نوصيك. قالت: قول للام ديالك ما تحيدش عينها عليه، عافاك. وهو يقول معاد: ما تخافيش لالا. شد من عندها ريان وهي ما سخاتش به وباستو للمره الاخيره، وبعدها اداه معاد في طوموبيلته ومشى. قالت رغد: شنو غيوقع دابا؟ سيف قال ليها وهو متجه للكوخ: ما عرفتش. تبعاته وقالت: كيفاش ما عرفتيش؟ قال ليها: حاليا غنبقاو هنا حتى تهدن الاوضاع. وهي تقول: اش من اوضاع اللي غدا تهدن وانت بنفسك علنتي الحرب؟ شدها على غفله من ايدها وازدحها مع حيط الكوخ وحاصرها وقال: فعلا علنت الحرب، وإلا ما سكتيش دابا انت اللي غنفتتح بيها هاد الحرب. بقات كتشوف فيه بكل ثقه وهي تقول: واش ما هناتكش الجروح اللي فيا؟ قال: شنو كتقصدي بهاد الهضره؟ قالت: اللي كنقصد واسي سيف هو انني عييت ومليت. قال: يعني باغا تمشي من هنا؟ قالت: اه، كنظن ما بقات حتى حاجه كتمنعني باش نمشي. وهو يقول: اه واخا سيري. وشير ليها بصبعه وقال: ها الطريق قدامك. دورات راسها بكل جرأة ومشات في حالها برجلها اللي كتعرج بيها وهي حفيان، وسيف دخل بدم بارد وسد الباب موراه. بقات غادة في الطريق بين الشجر حتى بعدات مسافة كبيرة على الكوخ. ضرها الجوع والعطش، ضرها الجوع والأكثر العطش. ضربات طريق طويلة وما بقى فيها ما يكمل. مشات جلسات تحت واحد الشجرة باش ترتاح وتلتقط أنفاسها، وما كانت إلا ثواني معدودة حتى حسات بصوت خطوات مورا الشجرة. قالت: سيف. ما سمعتوش هدر. نادت من بلاصتها وهي تقول: سيف سيف، واش هذا أنت؟ ما سمعت حتى شي حاجة، وشوية وهي تسمع شي تخرشيش. وهي تقول بخوف: عافاك، قول لي باللي هذا انت. وهو يقول لها واحد الشخص: مع الاسف هذا ماشي سيف. صدمات وقالت: جد؟ وما زال قاع ما كملتهاش وهو يجرها من شانها. قال: زيدي تحركي. بدات كتغوت وتدفعو: بعد مني بعد. ضربها على وجهها